السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم بيكوب للبيع في المغرب. اليوم إن شاء الله نشوفوا واحد مجموعة من البيكوبات معروضة للبيع في مختلف المدن المغربية. نبدأ على بركة الله بأول واحدة معنا هذه الضاسية، هذه ضاسية بيكوب معروضة للبيع. هذه الضاسية كتواجد في مدينة أكادير، كاين في مدينة أكادير. عندنا هذه هي الضاسية اللي معروضة للبيع بيكوب ضاسية، كاينة في أكادير. إذن ها هي كما كتشوفو معايا، إذن هي هادي كتشوف معايا الضاسية، هادي ضاسية بيكوب من شركة رونو، هي مكرفصة شي شوية. عندنا هادي بيكوب دوبل كابين، ضاسية دوبل كابين بلندية ديال الخدمة، مولاتي يطلب فيها 3 مليون أونص، كيطلب فيها 3 مليون أونص. ديال مولاها كيطلب فيها 3 مليون أونص، 35 ألف درهم، موديل 2003، كاينة في أكادير بلول. موديل 2003 مازوت 7 دلاخيل ريكوب دوبل كابين، هادي خرجة في 2003 شهر 6 18 شهر 6، موديل 2003 تمنية 3 مليون أونص. ندوزو دابا طومبيل واحدة أخرى معنا، هاد الفورد، هادي فورد كاينة في مدينة فقية بن صالح بيكوب فورد كاينة في مدينة فقية بن صالح. دينا هادي كيما كتشوفو معايا، هادو هما الصور ديالها. دين هادي بيكوب فورد، مودن هادي بروميير مان سامبل كابين، كاينة في الفقية بن صالح. عندنا هادو هما كنتوما كيما كتشوفو معايا التصاور ديالها، هادي فورد رونجر كاينة في الفقية بن صالح، فورد رونجر. بنوات ديالها باقيين جداد. بالنسبة للثمن ديال هادي فمولاتي يطلب فيها 8 مليون و600، 8 مليون و600، 86 ألف درهم، موديل 2010، موديل 2010 كاين في الفقية بن صالح، مازوط 10 دلاخيل، بروميير مان باقا مليحة، موتور جديد، بنوات جداد، صالون نقي، صباغة لولا وكيقبل لوبريز. ندوزو لطوبيلة واحدة أخرى معنا، هادي الجولف، هادي بيكوب جولف كاينة في مدينة الفقية بن صالح، حتى هي حتى هادي كاينة في الفقية بن صالح. نتسنى واحد شوية على ما يبان التصاور ديالها. عندنا هي هادي عندنا هي فولكسواجن بيكوب فولكسواجن سامبل كابين، صالون ديالها نقي. عندنا هادي فولكسواجن بيكوب فولكسواجن
وحده نتوما كما كتشوفوا معايا التصاور ديالها ديال هاد الميكوب هادي. بالنسبة لهادي في مولاتي يطلب فيها 4 مليون و700 موديل 2006 موديل 2006 مازوت قول دوز واغن بيكوب باقا مليحة موتور جديد صالون نقي جفنة مليحة موتور غولف 3 الضريبة ديالها 13650 درهم. ندوزو لهاد الطونبيل واحدة أخرى معنا هادي كاينة في قلعة صراغنة هادي إي سي زي تي ماكس كاينة في قلعة صراغنة إذا نتوما كيما كتشوفو معايا التصاور ديال هادي طونبيلة نقية إي سي زي تي ماكس جي دي ماكس بالنسبة لهاد السيارة هادي فمولاتي يطلب فيها 130,000 درهم 13 مليون كيطلب فيها 13 مليون كاينة في قلعة صراغنة موديل 2007 إذا الموديل 2007 الثمن ديالها 13 مليون مازوت 10 دلاخين نبيع سيارة من نوع البيكوب اي سي زي تي ماكس كاينة في قلعة صراغنة. نمشيو لهاد الطوموبيل واحدة أخرى هادي كاينة في كازا دنايك كما كتشوفو معايا بالنسبة لهاد البيكوب هادي ميتسوبيشي ال 200 اللي كاينة في الدار البيضاء كيما قلت كاينة في كازا فهادي مولاتي يطلب فيها كيطلب هاد البيكوب هادي ميتسوبيشي ال 200 8 مليون ونص هادي موديل 91 موديل 91 مازوت زيرو بوراج وراق خالصين كاملين الرواد جداد ضريبة 650 درهم ضريبة 650 درهم. ندوزو على الطومبيلة هادي هادي كاينة في أكادير كاينة في أكادير هادي إي سي زي دي ماكس كاينة في أكادير ضربة في كيلومتراج 183,000 إذن إي سي زي دي ماكس سامبل كابين صباعة ديالها نقية فالثمن ديالها مولاتي يطلب فيها 165,000 درهم 16 مليون ونص كيطلب فيها 16 مليون ونص موديل 2013 موديل 2013 كيطلب فيها 16 مليون ونص موديل 2013 مازوت 10 دلخين مولاتي يقول لنا في حالة جيدة وكاينة في 8 مليون أكادير. ندوزو لطومبيلة واحدة أخرى معنا هاد ميتسوبيشي إل 200 كاينة في عين سبيط
تلميذ سميتي اللوسون كاينه في عين صبيط. بالنسبة لميت سميتي إلدوسون فمولاتي يطلب فيها اللي كاينة في عين صبيط كيطلب فيها 11 مليون ميت سميتي إلدوسون موديل 2012 مازوط 10 دخيل هل بيكوب موديل 2012 بروميير مان تمن ديال 11 مليون موديل 2012 كاينة في عين صبيط. إذن كانت هذه آخر سيارة معرضة للبيع. إلا عجبتكم شي وحدة من هادو فغتفرق الهاتف في إيدي الملاف مالكم لا توصلوا معايا رقم الواتساب 0637 10 98 18. وكنشكركم على المتابعة وتشوفوا فيديو جاي. مع السلامة.